بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، قصة ما أحلاها وقعت بين طرفين كريمين. الأول هو إمام الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبطال القصة، الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، إمام الدنيا والآخرة أحباب إخوان في الله، والثانية حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، حبيبة النبي اللي هي مين يا شباب؟ سمعك، أم المؤمنين عائشة. سبب اختياري لهذه القصة أقوله تحت عنوان تغافل عنها، اقبل العذر منها. يعني اقبل العذر من زوجتك، لو وقع منها خطأ بلاش تضغط عليها. تضغط، الضغط على الزوجة يؤدي إلى الكذب، يؤدي إلى النفور، يؤدي إلى الخوف منك، يؤدي إلى القلق منك، يؤدي إلى الشك فيك، يؤدي إلى النفور، يؤدي إلى حياة ملتهبة، حياة كلها تعب ومشاكل. الشباب لأزيارك من هذه القصة نستنبط منها أحبابي دروس كثيرة جدا. ما هي أحبابي؟ تقول أم المؤمنين عائشة حبيبة النبي، وأنا أقول حبيبة النبي لأن النبي هو الذي ذكر ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص حينما سئل: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنها وعن أبيها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي، في يوم من الأيام دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي، في أول الليل، ثم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمكس إلى آخر الليل. فتقول: فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بجواري، حتى ظن النبي محمد، تقول هي: حتى ظن النبي محمد أنني قد نمت، وهي ما نامت، صليت مع رسول الله. فتقول هي: فإذا برسول الله يقوم من جواري. يا جماعة، أوضة النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرة النبي مش شقة كبيرة جدا، أوضتين وصالة، ولا أوضة وصالة، ده كل الموضوع ثلاثة في ثلاثة ولا أربعة في أربعة، غرفة واحدة. بيت النبي في بيت أم المؤمنين عائشة، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، كل حجر غرفة غرفة يا أحباب. تقول: فقام النبي من جواري وبدأ يتحرك رويدا رويدا، يمشي بشويش بشويش بشويش. تقول: وأنا أنظر إليه. تخيل زوجتك اللي بتعمل كده. ثم لبس النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ملابسه، ووضع صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي نعله تحت إبطه رويدا رويدا، ثم فتح الباب رويدا رويدا، ثم خرج رويدا رويدا، قعد يمشي بالراحة 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 بالراحة. الله أكبر. وأمي عائشة تراقب الموقف. تخيل من يحدث مع من، ويحدث من يحدث من حبيبة النبي لحبيبها صلى الله عليه وسلم وهو النبي. فتقول: فقمت فلبست عباءتي ثم خرجت خلف رسول الله، ظننت أنه ذهب إلى بعض زوجاته. ما احنا مطبقين مثل، إذا غاب القط العب يا فار، واحنا مشكلتنا مع الفيران ومع القطط، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتقول: فخرجت إليه، فإذا بي أجد أمرا يا شباب، يا شباب ويا أحبابنا ويا أخواننا ويا أزواج ويا زوجات، تجد ما لم يكن في حسبانها، تجده الحبيب صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين يتوجه إلى البقيع، والبقيع بجوار المسجد النبوي، لم يبعد منه أكثر من 50-60-70 متر بالأكثر، يعني من بيت رسول الله اللي هو المدفون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حوالي 50 متر. يقول: فرأيته قد وقف عند البقيع ورفع يديه يدعو، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتهى من دعائه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سواد، شاف حاجة بعيدة كده، شبح كده. فبدأ النبي يمشي ليرى من هذا الشبح أو هذا السواد، صليت على رسول الله. فتقول: فبدأت أتحرك، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينحدر، يعني بدأ يجري شوية، فبدأت أنا كمان أنحدر أجري. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يجري بأقصى سرعة يا أحباب إخوان، فبدأت هي كذلك تجري بأقصى سرعة حتى لا يراها ولا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول: فدخلت الغرفة قبل دخول النبي، ثم التحفت بلحافي، نزلت تحت البطارية تحت الغطاء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يقف على الباب. تخيل المشهد، تخيل الحالة، تخيل أنك أنت هذا الرجل، إن أنت تحركت مراك تحركت وراك، قمت كده تسمع التليفون وبدأت تمشي من الأوضة النوم، دخلت أوضة الأطفال، بصيت لقيت واحدة وراك واقفة كده بتتصنط، هتعمل إيه بالله عليك؟ وقفت كده تستشعر واحدة بدأت تتجسس عليك زي ما احنا بنقول يا أحباب إخواني، أسأل الله العفو والعافية يا أحباب. فتقول: فوقف النبي فقال: يا عائشة. فما رددت عليه: يا عائشة صليت مع رسول الله.
فلم أرد عليه، فقال: يا عائشة، أتخبرينني أو يخبرني العليم الخبير؟ فتقول: فلما سمعت ذلك فقلت: يا رسول الله، أو كل ما يخبئه الناس يعلمه الله؟ قال: نعم. شوف النبي محمد، عظمة النبي، التغافل، نتغافل عن أخطائنا، نتغافل عن أحوالنا. أيوة يا أحبابي إخوان، لازم تتغافل في البيت عن بعض الأمور، وهقول لك ثلاث أمور تتغافل عنهم، لازم تتغافل، اوعى تنسى الثلاث أمور اللي هقولهم لك بعد القصة. فقال لها: أنت كنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال لها: يا أم المؤمنين، ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يضرب على كتفها ضربا حنين، ضرب حب وحنين: يا عائشة، أو تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: يا رسول الله، رأيتك قمت رويدا، ولبست نعلك رويدا، وتحركت رويدا، فظننت أنك ذهبت إلى بعض زوجاتك. قال: يا عائشة، أدي الموضوع، أدي الحكاية، أدي التغافل، أدي العظمة، أدي الحوار، أدي البساطة، أدي الحب. أدي أحبابي إخواني في الله، لم الشمل يا أحبابي، أحبابي إخواني في الله، هكذا تدار البيوت يا شبابنا، هكذا يصنع الرجل مع زوجته، والزوجة مع الزوجة يا أحبابي، والزوجة مع زوجها يا أحبابي إخواني. قالت له: يا رسول الله، خفت أن تذهب إلى بعض زوجات. قال: يا عائشة، الموضوع كالآتي، الموضوع كالآتي. إيه هو يا رسول الله؟ قالت: إن جبريل نزل علي وناداني، فناديت عليه، أي أجبته بصوت لا تسمعينه، وما كان لجبريل أن يدخل علي وأنت قد وضعت من ثيابك وإحنا نايمين. أمرني بأمر الله أن أذهب إلى أهل البقيع فأدعو لهم، فأدعو لهم، فقمت رويدا رويدا حتى لا تستوحشي. إيه تستوحشي؟ يعني عشان ما تخافيش ربما تستيقظي فلم تجديني، خفت أن أعمل صوت وأسيبك وأقول لك خليك في مكانك لغاية ما أرجع، خفت عليك من الظلام، خفت عليك من الظلمة، خفت عليك أنك ليس في بيوتنا كما الآن، في بيت النبي كما الآن هو موجود، أنك زررت تضرب عليه ولع، ده مش عارف جاز وولع زي أبائنا زمان، وموضوع يعني كبير عشان تشعل مصباح، والنبي لا يريد لها التعب، وخايف عليها أنها تمكس في غرفة مظلمة في الظلمة تقعد لوحدها. شفت الرقي في المعاملة، شفت الرومانسية، شفت المحبة، شفت الخوف، خوف الزوج على زوجتي، أنا خايف عليك تقعد لوحدك، فخفت أنك تستوحشي في مكانك فصنعت ذلك. طب تقول أم المؤمنين عائشة: والله ما شتمني ولا ضربني ولا عاتبني. خلص الموقف، دي هدية للأزواج، بلاش الضغط على الزوجة أحبابي في الفارغة والمليانة. ثلاث أمور يا أحبابي إخواني في الله، بلاش المصارحة فيهم. يعني المصارحة؟ بلاش تكون قاسي في العتاب، بلاش تكون قاسي وأنت تريد أن تزيل خطأ. في ثلاث أمور لازم تراعيهم، عارف إيه؟ رقم واحد، إذا كان الخطأ لا يتغير، فيها خطأ لا يتغير، هي صوتها مسكينة مسكينة، بمجرد أن يكون تتكلم صوتها عالي لوحده كده، مش هي تنفعل، هتتغيروا إزاي؟ رقم اثنين يا أحبابي إخواني في الله، إذا كان الخطأ نادر ما يقع يا إبراهيم، مرة يقع في الأسبوع، مرة يقع في الشهر، مرة في السنة، لما يقع منها ما يقع منها، نادر منها تخطأ، ما تحبكهاش يا حبيبي، ما تحبكهاش في كل أمورك، عديها كذلك. الأمر الثالث يا أحبابي إخواني في الله، إن كان الأمر تستطيع أن تتحمله، يعني أمر بسيط تتحمله عادي، انفعلت شوية، صوتت في البيت بسبب الأولاد، صرخت، تعالى شوفنا في بيوتنا، نسأل الله عز وجل، لازم تتغافل، لازم تخشها تقول: لا والله معك حق، عارفوا الولد ده عفريت، أنا إبراهيم ده طول عمره عفريت، الولد مش عارف مين ده الولد، خلاص قولي لها كده كلمتين، وأنت ربنا يبارك لي فيك وربنا يحفظك، والله العظيم أنت المدير العام بتاع البيت وإحنا كلنا الرعاية، قول لها كلمتين تلطف بهم الجو، أو تقول لك: أيوة يا أخويا، أيوة، تقول لك كلمتين كده وتسمع الابتسامة. انظر للنبي محمد، أمي عائشة غارت، فلما تغير عليك مراتك ده هذا أمر طيب، ولكن بشرط ألا تؤدي الغيرة إلى أمر ينغص على حياة الزوج يا أحبابي إخواني. دايما الاقتصاد في الأمور كلها يا أحبابي أمر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حبيبي وأخي في الله، لابد لنا من قبل من أن نقبل الأعذار، اقبل عذرها، اقبل عذرها، تسير المركب بإذن الله. أحبكم جميعا في الله، أصلح الله أحوال بيوت المسلمين، وأصلح الله تبارك وتعالى أحوالنا جميعا، وأخرج الله الهم والنكد والحزن والهم والغموم من بيوت المسلمين، وملأها بالحب والوئام والسعادة والسرور. حفظكم الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.